طاح ليه وتهرس ويدير كسيدة. وشنو قال ليه في الكسيدة؟ مشات ليه يديه فيها ومع شد الفيلم مات ليه واحد من أعز أفراد عائلته. وشنو وقع في 2017؟ وقعت الفضيحة ديال سعد المجرد في فرنسا وما قدروش يبوستيو في 2014. لحد الآن هذاك الفيلم ما شفناش. فين هو هذاك الفيلم؟ من نهار تصور، من نهار اللي بدأت مونطا وكيوقعوا الكوارث مشى المونتاج كله، تقطعت له اليد ديالو. لا الفيلم لا ما يخرج. كل مره كانوا يوقعوا كوارث سويو. السلام عليكم دراري دريات، معكم فاروق لايف فيديو جديد. وفي هذا الفيديو غندوي على الفيلم ديال سعد المجرد، داك الفيلم اللي كان ناوي يديرو مع الدوزي واللي بدا الانتاج ديالو في 2014 واللي لحد الان باقي ما خرج. هو المشهد المشاهد الرعب، لان الفيلم اصلا كله ديال الرعب. كما كيبان لكم المكياج شويه غريب، يعني ماشي نورمال باش تعطي الى حد ما ديك الهاله المخيفه للمتلقي. كنتمنوا انها اسم هنا انا يتخلعوا شويه، ولكن سي الفيلم. راه شي حاجه واعره. كذلك لسه بممثل يعني. مشاهد دوزي بوحدو كانوا مشاركين فيه معظم النجوم ديال السينما المغربيه، داداس الى اخره، وفي الاخر ما خرجش كيف ما قلت. داداس ولائحه كانت طويله، كانوا فيها عمالقه السينما المغربيه. ولكن حنا شنو كيهمنا هو فاش تسبب هذا الفيلم لدرجه ان كلشي ماشي على المغاربه حتى اصحاب الخليج كيسميوه بالفيلم الملعون. عارف انه كاين بزاف الناس ما كيامنوش بالعين، ما كيامنوش باللعنه، ما تسنى ما تجوجش دابا حتى لك تي كتامن بها تنعاود لك كاع الاستوار وتتفرج في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تحكم واش كانت لعنه عين ولا اي حاجه كنظن انها تكون. الناس ديال الفيديو ديال بافوميت كنشوفكم في اي لحظه تقدر يتلاح، ولكن وليتو كتنساونا في لايك الاخوان بالرجوله. هذا الفيديو خصني نصح وصلوا 15000 لايك الاخوان. القصه ديالو هما واعره بزاف، غالبا اطلع ديمونيتايزد حتى المواضيع دوك ما كيتمونيتيزاو غالبا. سو خلي لايك ديالك ما خسر والو، بغيتي تكمل الاجر ديالك خلي معاك شي ابوني، ولا كان ديك صابوني حمراء رجع قري. وهذا ما كان، ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. سيدي كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. سعد المجرد داك المغني المغربي اللي معروف على الصعيد العربي كامل، الا ما خفت نكذب راه هو المغربي الوحيد اللي عنده لا بلاك ديال 10 المليون يا سبسكرايبرز ديك ديال الديام. سعد المجرد انا جاي ها. سو هو المغربي الوحيد، المغربي ماشي العربي، المغربي الوحيد اللي عنده ديك اللعيبه ديال اليوتيوب، مع العلم انه مغني حيتاش لاشين ديالو فاتت 10 المليون ديال لي زابوني. حنا في هذا الفيديو ما نطرقوش المسيره ديالو اللي غنيه على التعريف، راه عنده ديسك ضرب 960 مليون فيو. خيال علمي بحال حتى مونطانا مغربي ديالنا ضرب 1.3 بليون ديال لي فيو. حنا اللي كيهمنا في هذا الفيديو هو الفيلم اللي بغى ينتج في 2014 واللي كان يتقاسم فيه البطوله مع الدوزي المغني المغربي حتى هو، واللي كان غياخذ الاسم ديال روح. الفيلم كان غيتسمى روح. هذا الفيلم كيف ما قلت لكم كانوا غيشاركوا فيه اعظم النجوم ديال السينما المغربيه. كان لو جونغ ديالو يكون ديال الرعب، هاد لو جونغ اللي فريمون معطلين عليه في المغرب. جوبونس ان اشهر فيلم ديال الرعب هو نهار تزاد تفضو ديال رشيد الوالي. المهم 2014 تجمعوا لي زارتيست، بدا الفيلماج، كلشي هو هذاك نادي كندي، الفيلماج كدا، لا برودكسيون، كلشي كانت تجربه زوينه بزاف. كانت اول مره غادي نقاسم البطوله انا وسعد المجرد. تجمعوا لي كليب، لحد الان كلشي ريغلو، كلشي مزيان، ما كاينه لا اللعنه لا والو. سو تجمعوا لي كليب وبداو كيقلبوا على شكون ياديتيهم. النهار اللي بديت مونطا داك الفيلم وكيوقعوا الكوارث، لقاو الايديتور الاول اللي كان خاصو يجمع كاع لي كليب وايديتيهم. الاخوان كندوي على فيلم ماشي فيديو في يوتيوب، ماشي تراك في يوتيوب، راه فيلم، دونك راه صعيبه شويه. جوبونس ميم انه ما كانش واحد، كانوا بزاف خدامين عليه غالبا. من المهم ملي سالاو المونتاج وكل شيء ديال الفيلم كامل على تكون فيه ساعه ونص ولا اكثر كاع، سالاو وخد الديسك دور ديال البيسي ديالو وتم غادي به عند المجرد والدوزي. قال لك اسيدي الايديتور الاول مين كان غادي بالديسك دور طاح ليه وتهرس. السيد غادي دا الديسك دور طاح له الديسك دور تهرس، مشى المونتاج كله وما كانش عنده كوبي سيفد في البيسي ديالو، دونك الايديت والخدمه كامله ضربات في الزيرو. سو شنو دار الفريق ديال البرودكسيون؟ طردوه وجابوا ايديتور اخر باش يكملوا الخدمه. هيا شو من البدايه تعكسات، جابوا سيدي ايديتور جديد وقالوا ليه خدم على هذا الفيلم هذا وايديتيه لينا. الغريب في الامر هما ما يعطاوه لي دوسيي تصاور الكليبات كلشي، غادي في طوموبيلته زعما لدارو ولا الخدمه ديالو باش يبدا ايديتي ويدير كسيده.
وشنو وقع ليه في الكسيده؟ مشات لي يديه فيها. قطعت له اليد ديالو. شنو اهم حاجه عند الايديتور؟ هي يديه. فمشات لي يديه والايديتور الثاني حتى هو تصاب باللعنه ديال هذا الفيلم هذا وبداو كيقلبوا على واحد اخر. شدوا سيدي ايديتور الثالث، تخيلوا معاه لحد الان كيبدا يهرب ليك. هادشي اللي كنقولوا كامل راه بكلمه الدوزي، انا نكون ديجا بينت لكم لقطات من المقابله ديالو. جابوا الايديتور الثالث ومعاه شد الفيلم، مات ليه واحد من اعز افراد عائلته. هو تموت له شي وحده من لافامي ديالو في اخر، سمح لهم في المونتاج خلا كلشي داكشي. وكانوا ديجا لي غومور ديال ان هذا الفيلم ملعون. شبوز صرا في ديك الوقيته كنت في الثامنه بحال هكا، كنت ديجا كنسمع بهادشي اللي واقع في الفيلم. شبوز نتوما تكونوا سمعتوا شي حاجه. كما قلت لكم الايديتور الثالث مات ليه واحد من اعز افراد عائلته ويعلق من قال لهم ما بقيتش باغي نكمل صافي حيت. المهم هادشي كامل اللي كنعاود لكم ما بين 2014 و2017. وصلت 2017 قدروا انهم يكملوا الايديت بشي طريقه من الطرق بشق الانفوس كيف ما كتشوفوا، وجاوا بغاو يبوستيو. شنو وقع في 2017؟ وقعت الفضيحه ديال سعد المجرد في فرنسا وما قدروش يبوستيو. تخيلوا شحال البروبابيلتي باش يوقعوا هاد الاحداث كاملين. فكات السيدي الفضيحه وجدوا كلشي بغاو يلونسيو في 2019. شنو وقع في 2019؟ جا هاد المرض اللي مرضنا كاملين واللي خاصنا جواز السفر جواز وما قدروش يبوستيو. باش تعرفوا شحال ديال لي زيفين فونداما عندهم الفيلم واجد على ما كيقولوا كيتسناو عاد هاد المجرد يسالي داكشي اللي عنده ويبوستيو على بالله الا كارثه غتوقع عاوتاني. الان المونتاج كمل والفيلم واجد زوين، ولكن الان كيستناو سعد. داكشي اللي خلى انا اختنا اللي كانت كدوي مع الدوزي تقول لي خويا ما تجبدوش الفيلم خليه عافاكم. لا الفيلم لا ما يخرج. كاين اللي كيقول ان هاد الخطه كامله عا بروموسيون الفيلم باش تكثر عليه الهضره وباش بنادم يبداو يتسناوه وتوقع واحد الدرجه كبيره كيف ما داروا في كونجورينغ. كونجورينغ توقع عليه شي لعيبه مماثله لهادشي اللي واقع وكثرت الضجه وبزاف من الناس مشات تفرج فيه لدرجه ان النهار الاول اللي داروه في السينما تحرقات ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن واش دو ارتيست من العيار الكبير بحال الدوزي والمجرد يحتاجوا انهم يبروموطيو بالطريق؟ ولكن راه كونجورينغ راه اونيفو ديال الميريكان وداروها وما تعرف عاوتاني. اولا كيف ما كيرجعها البعض ان هذه لعنه ملتصقه بالفيلم واي واحد كيقيس ولا كيقرب ليه كيتصاب بها. ثلاثه الايديتورز سعد المجرد شنو وقع ليه الدوزي على الله حتى شنو وقع ليه وزيد وزيد. يمكن عاوتاني يكونوا هادو كاملين على الصدف تلاقاو مع بعضياتهم وبانت فحال شي لعنه والله اعلم عاوتاني. ولكن انا شنو كيهمني هو الراي ديالكم نتوما، فهمتي؟ تبازا على الدين، تبازا على شي حاجه سيونتيفيك، تبازا على اي حاجه وعطيني شي اكسبليكاسيون لهاد لي زيفينمون كاملين. وكنعاود نقول هادشي كامل اللي قلت خرج من فم ديال الدوزي في اخر انترفيو مع شادا اف ام اللي غنخلي لكم اللينك ديالها في الديسكريبشن دقيقه 34 فحال هكا كيبدا يدوي عليها اوكي باش تاكدوا براسكم. يعني هادشي ما عمر ما خرج للضوء فحال هكا بهذا الوضوح حتى خرج الدوزي في ديك الانترفيو وداروا بزاف الفيديوهات في يوتيوب وهكا كنكون جيت انا ودرت لكم فيديو عليه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. خليو لي الشرح ديالكم وتشيكيو ديك الانترفيو راه فيها شي ساعه تشيكيو من الدقيقه 34 حتى 36 شبونس كيدوي فيها على هاد اللقطه هادي. هذا ما كان دوك الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشيكيو الفيديو ديال ديزي البارح. وصلوا لنا هاد الفيديو 15000 لايك لعجبتك القصه ولا بغيتو نبقى ندير فحال هاد القصص هادو كيعجبوكم على ما شفت. وهذا ما كان، تلاقوا فيديو جاي. تهلا. I'm in the mood, yeah, yeah. I'm in the mood, yeah, yeah. I'm in the mood.